في هذا التقرير جهود الحكومة المختلفة لتوفير السلع بأسعار أقل ومناسبة للمواطنين، وأيضا مواجهة موجة غلاء الأسعار بشكل عام؟ أولا الدكتور الشريف إسماعيل رئيس الحكومة هو حريص على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، صحيح. وبالتالي كل الوزارات في كل في دوره بيقوم بعمليات طرح كميات كبيرة من السلع اللي محتاجها المواطن وبتخفيضات. أيضا لا ننكر قواتنا المسلحة وأكشاك القوات المسلحة ومنافس بيع القوات المسلحة، ولا ننكر أيضا منافس وزارة الداخلية لها أيضا لها منافس تطلق عليها أمان أعتقد. وبالتالي يبقى منظومة الدولة هي توفير هذه السلع. احنا بقينا مستهلكين أكتر من منتجين، احنا الرجل الغلبان أو المواطن الغلبان يحصل على السلعة بسعر يعني متهاود أو يتناسب مع دخوله. الدولة دورها يعني متابعة الإنتاج وليس التوزيع. يعني موضوع متابعة التوزيع دي شركات الأهرام أو الشركات الخاصة تابعة لقطاع الأعمال تقوم بهذا الدور، ولكن الحكومة تتابع. يعني عندنا وزارة الزراعة عندها منافس، وزارة التموين لها منافس، والوزارات السيادية اللي هي القوات المسلحة لها منافس، كلهم في شكل تكاملي. وبالتالي هدفنا ضرب محتكرين أو الذين يعني يحاولون التربح من خلال تخزين السلع. وبالتالي هو منظومة صح من جانب الدولة، وأنا بقول الدولة لابد أن تدعم كل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية لأي مواطن الذي يبحث عن قوت يومي. طيب يعني يمكن لو اتكلم على حلول طويلة الأجل لمشكلة غلاء الأسعار وتوفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، يعني ما إذا يمكن أن تكون هذه الحلول؟ الحلول نبحث عن جنون الدولار. كل لما نروح لتاجر ونتناقش معه في موضوع ليه غليت الألم ده يقول لك قس الدولار، تروح تاخد سلعة معينة مش مستوردة حتى محلية يقول لك قس مصنعة من يعني من خامات مستوردة. وبالتالي لابد ان الدولة تحط منظومة ليعني ردع الدولار. احنا النهاردة حاولنا نرجع الجنيه الورق والجنيه ونص جنيه الورق وربع جنيه، ولكن خلاص انتهى العهد ده. انا احد الوزراء في العهد البائد في عهد الرئيس مبارك قال احنا لو لغينا العملة الورقية اللي هو الجنيه والنص والربع سيحصل نوع من التضخم. فعلا بعد 11 سنة من الغاء هذا تحول الى التضخم. احنا بنعيش دلوقتي مرحلة خطيرة هي مرحلة التضخم. احنا عايزين حكومة تقوم بدور اقتصادي، يعني الحكومة اقتصادية مهمة جدا لاحتواء ارتفاع الجنوني للأسعار، وده بيؤكد على أن المواطن لابد أن يكون محور الحكومة الحكومة الحكومة. أكيد، يعني إذن حلول الجذرية لمسألة ارتفاع سعر الدولار هو بالتالي يلقي بحلول أيضا لمختلف غلاء الأسعار في مختلف السلع. إلى الصفحة الثانية، وهذا التقرير عن جهود القوات المسلحة لتطهير الحدود في سيناء وأيضا في مختلف مناطق الجمهورية، ونقرأ: الجيش الثاني يدمر فتحة نفق جديد على الحدود مع غزة، ضبط 163 مهاجرا غير شرعي وثلاثة أجولة من خام الذهب. أستاذ محمد، يعني أنا نفسي الذهب ده يعني جوال ندخله برضو غطاء نقدي للعملة المصرية اللي انهارت يعني للأسف. يعني أكيد بنتابع جهود القوات المسلحة زي ما قلت القضاء على الإرهاب والإجرام. احنا عايزين في منظومة مع ممنوع منافذ القوات المسلحة توفير السلع الأساسية للمواطنين. هناك عيون ساهرة على الحدود المصرية، هناك الحدود الشرقية والجنوبية والغربية، كل ده تحرس الحدود وقواتنا المسلحة. لا شك انهم عيون السهيرة بتضبط كل يوم، صحيح. كثير من المخالفات ومنوع من يعني الاعتداءات او يعني من جانب الجماعات الإرهابية في سيناء، في المنطقة الغربية، في المنطقة الجنوبية. يعني احنا عايزين نؤكد، وانا بدي تحية لقواتنا المسلحة من هذا المنبر لجهودها السيرة، بالإضافة إلى لأن هي جزء من الشعب. احنا عايزين برضو أنا بأكد إن يعني أنا بقول قواتنا المسلحة والشعب إيد واحدة، وبالتالي هي عيون السيرة، عيون السيرة الحفاظ، يعني المضبوطات التي تم الهجرة غير الشرعية والأسلحة التي يتم ضبطها والممنوعات وأيضا الأراضي المخدرة وأيضا ده في كمان أخطر السجائر
المسرطنة. صحيح. من ضمن القضايا اللي جايبينها في هذا التقرير السجائر المسرطنة التي لا تتم تهريبها من المنطقة الغربية. يبقى احنا بنحافظ على الدولة من الإرهاب وأيضا حفاظا على صحة المواطنين والشعب المصري. فتحية مرة أخرى لقواتنا المسلحة. أكيد. عودة مرة أخرى إلى الصفحة الأولى، وهذا التقرير الذي يرصد بعض وقائع الفساد في شهر مايو 2016. نقرأ هذا العنوان: 101 وقعة فساد في مايو والزراعة تتصدر المشهد. أستاذ محمد، يعني في البداية مصدر هذا التقرير؟ أولا دي مؤسسة حقوقية رأت خلال رصد مصرية ولا مصرية؟ يعني حقوقية، يعني حقوقية تطلق عليا بي اف تي، ترصد وتحلل ما يعني وقائع الفساد في مصر. هي رصدت 101 وقائع الفساد في شهر واحد، شهر مايو. لو قسمنا ال 100 على 30 يعني يبقى بمعدل كل يوم 3 وشوية. ولكن يعني ما مدى مصداقية هذا التقرير؟ من خلال رصد ما ينشر في الصحف وفي جهات التحقيق. لان ما اقدرش انا اكتب احصائيه وانا قاعد في مكتب مغلق. وبالتالي هو رصد. احنا النهارده ماسكين قضايا، النهارده مش عايز ادخل في تفاصيل شخصيه كبيره، وزوجته ومحامي تم تجديد ليهم النهارده او بالامس تحديدا في قضيه فساد. الفساد في مصر عندنا نوعين: الفساد العام اللي احنا الرشوه والحاجات دي كلها، وهما لجوا الحكومه اقترحت موضوع الشباك الواحد، وهذا سيسد يعني منفذ مهم لموضوع الفساد. ولكن في مصر من اخطر انواع الفساد هو الفساد الاداري. الفساد الاداري للساده المشاهدين، ننهض هيئه معينه، الهيئه المعينه متعين فيها مين؟ الزوجه والزوج والاخ، ابن الاخ، ابن العم، كله في مكان واحد. هو ده الفساد الاداري برمته. بمعنى ممكن يستغل، يعني احنا مش هنفترض سوء النيه وحسن النيه، ولكن اتضح لنا ان من خلال خبرتنا ان بعض الفساد الاداري متغلغل جوه هيئه معينه. كيف يمكن القضاء على هذا الفساد الاداري؟ لا، ده صعب جدا. ليه؟ لابد ان يكون هناك قوانين. يعني ما تجيش الزوجه شغاله في قسم كذا والزوج في قسم فلان، وده مع الختم ودي معاها الامضاءات، او ابن العم في الحته ده. هو ده، واحد الوزراء السابقين قال الكلام ده، اقول لك انا ممكن اواجه اي فساد في مصر ما عدا الفساد الاداري. احنا في مصر بيتغلغل الفساد الاداري في كافه المصالح الحكوميه، احنا حاسين بكده. مش عايز اقول احيانا بعد الاماكن عائليه، هيئات حكوميه عائليه، بنك من البنوك، هتلاقي القرايب جوه. ده الفساد الاداري. انا بقول للدوله لابد ان تضع حلولا، مش النهارده، مش معقول هنبعد الزوجه او الاخ او الاخت او ابن العم، ولكن تضع ضوابط لمنع الجمع بين الاشخاص او الاقارب في مكان واحد. هو ده الفساد الاداري، لابد ان تواجهه الدوله. وانا هذا البلد لا ينصلح حاله الا ان تواجه الفساد الاداري الذي يهدد او يعني يعشش داخل المصالح الحكوميه في مصر. أكيد. هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة الوفد. شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد زكي، الكاتب الصحفي بالوفد وأيضا نائب رئيس تحرير الجريدة. شكرا لحضرتك. وأهلا بيك وبالسادة المشاهدين. مرة تانية بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. شكرا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.